لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على أقسام الحديث الضعيف، وقلنا إن احنا هنقسمه إجمالا إلى سببين رئيسيين: سبب السقط في الإسناد، والسبب الثاني الطعن في الراوي. قلنا السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. الظاهر قلنا سمينا بعض صوره الخاصة اختصارا، فقسمناه إلى معلق ومرسل ومعضل وما سوى هذه الصور الثلاثة يسمى منقطع. وقلنا إن في نوع تاني بيكون سقط خفي في الإسناد، أشهره المدلس، وقلنا في نوع تاني اسمه المرسل الخفي، موجود يعني البعض بيعتبره جزء من المدلس، يبقى البعض عنده كل صور السقط الخفي في الإسناد تسمى تدليسا، والبعض لا عنده بعضها تسمى تدليس وبعضها تسمى مرسل خفي. كنا شرعنا المرة السابقة في إعطاء توطئة عن هذه القضية من إن عندنا ألفاظ صريحة في السماع، المحدث بيستخدمها يقول سمعت فلان، حدثني، أخبرني، إلى غير ذلك من الصيغ التي هي صريحة في السماع. وفي ثلاث صيغ تانيين غير صريحين في السماع، يقول عن فلان قال، أو أن فلان قال، أو قال على طول من غير عن وأن، العنعنة والأنأنة والقوقلة. يبقى يجي المحدث يقول عن فلان أو أن فلان. المشكلة عندنا في أن التعريض جائز في التحديث وفي غير التحديث. كلمة عن في اللغة لما يقول لك عن فلان احتملت أن يكون سمع منه بغير واسطة، واحتملت أن هو يكون سمع بواسطة. طيب، بعض أنواع بعض المحدثين عرف عنهم إنه ما لا يستخدم كلمة عن إلا بمعنى أنه سمع، يبقى دول بنسميهم هو غير معروف بالتدليس. اللي بيستخدم عن وأن وقال الصيغ اللي هي غير صريحة في السماع بيستخدمها بتقييد، هنقوله إن هو بالذات يستخدمها في راوي هو سمع منه. أصل هو لما تيجي احنا دلوقتي نقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما احناش بندلس، لان كل السامع عارف ايه، انك سمعت بايه، بواسطة. المشكلة لما تقول عن فلان من اللي انت عارفه، الناس هتفتكر هنا انك انت سمع، انك سامع منه مباشرة، بينما في بينك وبينه ايه، واسطة. يعني القضية بتيجي لما يروي بالعنعنة والأنأنة عمن سمع منه ما لم يسمع منه. واضح المسألة؟ أنت دلوقتي لو قلت عن فلان واحد، أنت السامع عارف أنك ما سمعتش منه، يبقى كده أنت ما دلستش. ليه؟ لأن أنت عندي تحتمل بواسطة وبغير واسطة. بقارنة الحال الناس هتعرف أن عن هنا بإيه؟ بواسط، لان انت الراوي ده عمرك لا شفته ولا حكيت عنه حاجة. طيب لو جيت انت قلت بقى عن وواحد انت الناس بتسمعك كتير تقول سمعت فلان، يبقى انت ايه، الناس عارفة انك بتحكي عنه مباشرة، وجيت مرة قلت عن، تحتمل انها تكون ايه، انك سمعت منه مباشرة، ويحتمل ان كان بينك وبينه واسطة. طب ايه الاقرب للذهن؟ انك سمعت منه مباشرة، يبقى انت كده دلست على السامع، اوهمته ان الحديث اللي انت بتقول فيه عن شبه اللي انت قلت فيه ايه، سمعت، بينما هو الواقع مش كده، بينما هو الواقع مش كده. فهي بتيجي في ان انت بتستخدم صيغة تحتمل السماع وتحتمل غيره، مع من عرف انك سمعت منه او انك رويت عنه. طيب لو جت استخدم عن لراوي عاصره،
يعني انت مثلا تقول دلوقتي مثلا يعني عن فلان واحد انت عاصرته لكن ما قابلتوش، والسامع غالبا هيبقى عارف انك انت ما قابلتوش، ده نسميه تدليس ولا نسميه ايه؟ هو ده قالوا لا، ده الادق ان احنا نسميه مرسل خفي. يبقى الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي، الاثنين بيرووا بصيغه تحتمل السماع مع عدم وجود سماع حقيقي. لو ان في قرينه تؤكد ان مفيش سماع ده منقطع، مفيهوش خفاء. لو ان راوي بيروي عن راوي لم يعاصره ولم يلقه، ولو وقال عن خلاص ما هي لا تحتمل الا معنى واحد، ان هو سمع بايه؟ ان هو عارف هذا الخبر يرويه بواسطه. لكن الكلام هنا انه يستخدم عن وان مع راوي عاصره ولم يلقه، واضح الفرق بين عاصره او يستخدمها عن راوي لقيه وحدث عنه احاديث اخرى. لو كان بيستخدم عن مع راوي معاصر لم يلقى هنسميه مرسل خفي. هو ما دلس عليك، لان انت لو خبير بحال الرواه هتقول دول ايه؟ تعاصر ولم يلتقي، مش كده؟ بقى يسموه مرسل خفي لانه يخفى على غير العلماء بعلم الرجال والتاريخ. لكن هو اول ما يجي ده فلان ده صحيح ده كان عاشوا في زمن واحد، بس ده كان في مكه وده كان في العراق مثلا او نحو هذا، هيبقى ايه؟ ده مرسل خفي. لكن مفيش تدليس هنا، لان انت لما ترجع لتاريخ الرواه هتقول دول ايه؟ تعاصر ولم يلتقي. لو هما ما تعاصروش اصلا مفيش خفاء في المساله ابتداء، يعني يبقى ده ايه؟ منقطع صريح، منقطع ظاهر من الاقسام اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ماشي؟ يبقى هو لو بيحدث بعن وان عن راو لم يعاصره ولم يلقى، يبقى ده منقطع ظاهر الانقطاع، مش كده؟ طيب حدث بعن وان عن راو معاصر لم يلقى، ده ايه؟ ممكن ندخله في التدليس. لكن دايما ما دام احنا بنقول تقسيمات واقسام يبقى نحط ما ندخلش نوعين جنب بعض وبينهم فروق مؤثره. هنا في فرق مؤثر، ان المساله ما فيهاش هنا تدليس، لان عند التمعن هتدرك ان دول ايه؟ لم يلتقيا. والتدليس يجي منين؟ من اللقاء. انما هم كونهم تعاصرا فقط هيبقى فيها نوع خفاء، ونوع الخفاء ده هيبقى على مين؟ على غير الخبير باحوال الرجال وتواريخهم. يبقى عندنا اذا روى بعن وان عن معاصر لم يلقى، يبقى ده مرسل ايه؟ مرسل خفي. التدليس بقى ان هو يروي بعن وان عمن سمع منه، ده هو سمع منه احاديث تانية، الحديث ده بعينه ما سمعوش، يقوم يقول ايه؟ عن فلان. يقوم انت تتوهم ده فلان، ده تلميذ فلان، او يحدث عنه بصيغة سمعت وحدثني واخبرني. يبقى اذا عندي زيها، ويبقى هذا هو المدرك. المحدث اللي مش معروف عنه استخدام هذا النوع، يبقى عن بتاعته زي ايه؟ زي حدثني واخبر، تمام؟ يبقى الحديث المعنعن هيعمل له هو قسم بعد كده. احنا هنا وجود رواه استخدموا صيغه عن ديت بهذا الاسلوب الذي سميناه تدليسا، خلى العلماء يقول لك لا احنا بقى العكس، هنقول لك المعنعن، الحديث المعنعن والمؤنن، هنبص في حال من الذي عنعن. ان كان معروف بالتدليس يبقى مش هنقبل الروايه، لان هنا في احتمال يكون ايه؟ في واسطه. ان كان غير معروف بالتدليس تبقى عندي محموله على الايه؟ على الاتصال. يبقى اذا التدليس هذا نشأ من ايه؟ واحد بيعرض في روايه الحديث. حد بيعرض في رواية الحديث ويستخدم صيغة توهم السماع وهي ليست كذلك. في الواقع عشان في نوع تاني من التدليس، لما بيجوا يتكلموا على التدليس بيعرفوا بتعريف أعم شوية. ليه؟ عشان في نوع تاني يأتي في الكلام. قال لك المدلس
تعريف التدليس. لغة المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة، أو اختلاط الظلام بالضوء كما في القاموس. فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا. طيب، يبقى التدليس في اللغة إخفاء عيب، هو في الحديث إخفاء عيب في الإسناد. يقول اصطلاحا إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. ليه ما قلناش إنه يروي بصيغة بعض كتب الحديث المصطلح هتعرف التدليس بأنه هو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع. لا، هو الأجود ان احنا نقول التعريف العام ده عشان نبقى عندنا بعد كده فرصة نقول ايه الأقسام المختلفة ونفرع، لان ممكن نلاقي نوع يعني بهذه الهيئة نوع بهيئة تانية، فيبقى لما لقوا ان في انواع كثيرة تشترك في مبدأ ان في محاولة من الراوي ان يخفي العيب، فقال لك خلاص يبقى نعرف المدلس كتعريف عام انه اخفاء عيب في الاسناد، ونبتدي نفرع تحت منه الانواع التي حصرت في انها استخدمها بعض المحدثين في الاخفاء بعض العيوب الموجودة في الاسناد. يقول اصطلاحا، معنى المدلس اصطلاحا اخفاء عيب في الاسناد وتحسين لظاهره. اقسام التدليس، للتدليس قسمان رئيسيان، هما تدليس الاسناد ده اللي احنا كنا بنوصف فيه من الاول، وبعض العلماء لما بيعرف التدليس بيعرفه على طول بايه بهذا النوع لانه هو ده الاشهر، وتدليس الشيوخ. قل تدليس الاسناد اول واحد منهم. لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، وسأختار أصحها وأدقها في نظري، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان، وهذا التعريف هو. أو أنا أختار التعريف اللي يخلي التدليس ده نوع محدد متميز مثلا عن المرسل الخفي، أن كما ذكرنا الأدق أنك أنت لو في تأثيرات اختلافات لها تأثير يبقى تخلي ده نوع وتخلي ده نوع. كثير من العلماء الحديث بيعرفوا المدلس تعريفا يدخل مع المرسل الايه الخفي. طيب المشكلة هنا احنا عموما ده علم قواعد واصطلاح، علم اصطلاح، يبقى الاجود انك تحط اصطلاحات ايه محددة، وبالفعل هو اختار هنا هذا التعريف اللي يدينا تحديد لنوع التدليس. تعريفه أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، بصيغة توهم السماع وليست صريحة فيه. يبقى شرطه هنا أن يكون سمع منه أحاديث تانية، لأنه لو ما كانش ثبت لقاء معاه ما يبقاش المسألة فيها تدليس، بس يبقى المسألة فيها خفاء. الخفاء ده خفاء سيتضح جزما لو انت درست سير الرجال كويس، لكن هنا المسألة افحش، ان في ده الفرق اللي بين المرسل الخفي والايه والتدليس. المرسل الخفي فيه خفاء انت هتوصله لو انت رجعت تراجم الرجال كويس، لكن التدليس لا، ده هو تعمد يخفي عليك ايه حاجة، وهو بيروي عمن سامع منه، يبقى اذا انت خلاص عارف ان ده بيروي عن ده، فلما يقول عن يبقى ممكن يكون ايه ممكن يكون هتحمله ان هو ده زيه زي غيره. لا، وهكذا. وان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير ان يذكر انه سمعه. اقول شرح التعريف. ومعنى هذا التعريف ان تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه. هو بيسمع منه عموما، لكن جه مرة غاب عن مجلس التحديث
فراح لتلميذ من التلاميذ قال له الشيخ حدث بايه؟ قال له بكذا وكذا وكذا. هو مش عايز بقى يقول يزهد الناس في هذا. طبعا مبنى باب التدليس كله على اجتهاد حصل من بعض المحدثين بلا شك استنكروا عليهم العلماء بعد ذلك، ولكن تعاملوا مع الواقع من حيث هو واقع. هو حصل ان بعض المحدثين يعني تأول انه ينفع يتصرف في الاسناد. طب بعض علماء الحديث قال لك خلاص اللي يعمل كده نخليه كأنه ضعيف، يبقى نقدح في هذا الراوي في كل مروياته، سواء اللي يقول فيها سمعت او اللي يقول فيها عن هذا راوي لا يؤتمن. هذا رأي متشدد نسبيا لبعض علماء الحديث. جمهور العلماء قال لك لا، ما انت راوي ثقة عدل ضابط وتأول في مسألة، لو تعرف يعني تعمل الإجراء الوقائي للي هو عمله خلاص، بس ما تهملش مروياته كلها. وبالتالي جمهور علماء المحدثين على ان الراوي المدلس ان لم يكن مطعون عليه طعن آخر تقبل مروياته اللي صرح فيها بالإيه؟ بالسماع. ما نردش كل مروياته إذا كان لا مطعن عليه، يبقى ثقة بس مدلس. عشان كده هنا بتلاقي في كتب التراجم ثقة ولكنه مدلس، يبقى مقتضاها انك ايه؟ يا يصرح بالتحديث يا اما ترد روايته. على التفاصيل يأتي ذكرها. فده تأويل تأوله بعض المحدثين انه ينفع يتصرف في الاسناد لسبب او لاخر عشان ما يزهدش بعد كده لما يجي يروي هو لمن يأخذ عنه، ما يزهدش الناس انه ياخذوا الحديث يوم هو يقول لك لا ده انت خدته عن واسطة، فبدأوا يتصرفوا في الاسناد. فهو يبقى بيروي عن راوي معين وصل له حديث ما سمعوش هو من الراوي ده، سمعوا من ايه؟ من واحد تاني عن الراوي ده. كده المشكلة بقى في عيب في الحديث ده عند المحدثين، ان السند نزل. يعني كان يقدر هو كان يقدر نظريا يسمع الكلام ده من الشيخ مباشرة، يقوم يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اربع رجال. لو هو رواه بالطريقة اللي جات هيبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمسة رجال، يبقى كده الاسناد نزل. ده حاجة يعني تنذر رتبة الحديث عند المحدثين، يوم هو ايه يرجعه تاني يعليه. وان كان العلو ده هو يبقى نازل متصل اولى ما يبقى ايه عالي منقطع. ما هو حتى لو بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم ثقات وفي اتصال هيبقى في الاخر ايه صحيح. لكن كما ذكرنا اجتهاد حصل من بعض الرواة، علماء الحديث تعاملوا مع هذا الاجتهاد الخاطئ، حاولوا يعملوا الاجراء الوقائي له كما ذكرنا، وبدأوا يشوفوا مين من المحدثين ما يعني استجاز هذا النوع. وفي الحالة دي يبتدي يركز معاه، الصيغة تفرق قوي. زي ما انت لما تكون بتتعامل مع انسان، وهذا ربما ذكرناه في الكلام على التعريض، يعني انت الانسان لما بيعرض ويعرف بالتعريض ايه اللي بيحصل؟ بيفقد ميزة رخصة التعريض. ما انت بعد كده يعني مثلا واحد يكون متعود يعني لما يتصل بيه حد يقول للناس مثلا قولوا له، يعني يطلع بره الاوضة ويقول لهم قولوا له مش هنا، قصدهم ايه؟ جوه الحجرة دي. بعد فترة اللي بيحتك بيه كتير هيعرف اكيد، يقوم تجد يضيق عليه لدرجة يا اما يقول الصراحة يا اما ايه يكذب كذبا صريحا. اللي بيعرض كتير بيلجئ الناس انها تسأله اسئلة تفصيلية، تلاقي التاني يسأل فلان هنا يقول لا مش هنا، يعني مش في الشقة خالص، يعني مش في العمارة على بعضها، يعني ما يعني طب هو جه الساعة كام ومش الساعة كام. ما انت بقى ايه عرفت اللي قدام منك بيعرض. وبالتالي المبالغة في استخدام الرخصة بيجعلها يعني تعود بالضرر وليس بالنفع. انت دي رخصة، انت محرج من شيء معين، بدل ما تكذب عرضت مرة او غير ذلك، ما تبقاش سجية، فضلا انها ما يستخدمش في ايه في يعني اكل حق او تضيع حق كما ذكرنا. هنا برضه نفس القضية، المحدثين اللي عرضوا، ما علماء الحديث راحوا حاطينهم ان دول ايه مدلسين، يبقى انت ما تقبلش منه. فبدل ما كان هو عايز يجمل الاسناد، وبدل ما هو اربع رجال او بدل ما هو خمسة خلاه اربعة، لا ده خلاه اسناد مرضوط.
لما يعني عنعنته دي بدل ما هي خلت النازل عالي بقى عالي مرضوط، وهو لو قال النازل كان ممكن يقبل، ده لو كان اللي هو شاله ده ثقة، لكن هو لو هو اللي شاله ضعيف يبقى هو من كده كده كان الحديث ده ايه مرضوط. يبقى إذن ده يعني بعض الرواة أسرف في استخدام رخصة التعريض. في المقابل بعض علماء الحديث قال دول هيتعبونا على الفاضي، لا نرمي كل مروياتهم، قلنا ده موقف متشدد نسبيا لم يوافق عليه جمهور علماء الحديث، قالوا لا احنا ننقح، ومدام هو ما بيكذبش ومعلوم انه لا يكذب يبقى لما يصرح ناخد كلامه، لما يقول كلام عارفين انه هو محتمل يبقى تعريض يبقى نرفض هذا الكلام. طيب يبقى هنا بيقول في شرح التعريف تدليس الإسناد، وده النوع الأشهر من أنواع التدليس. تعريفه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يبقى هو كان لقيه وسمع منه أحاديث، ويجي في حديث سمعه بواسطة يسقط هذه الواسطة ويقول عن فلان، أنت من خلال معرفتك بأن الراوي ده سمع من هذا الشيخ تقول يبقى اذا عندي تحمل على الاتصال، بعد ما العلماء بيكتشفوا ان ده في بعض المواطن كان فيه وسائط هو حذفها يقول لك ده مدلس، اذا عندي بتاعته ما تحملهاش على الايه على الاتصال. يبقى هذا التعريف يقول هذا التعريف ان تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، يعني سمعه من راوي آخر عن هذا الشيخ اللي هو معتاد يسمع منه. سمع مصطلح علماء الحديث يقول لك شيخه يعني اللي فوق منه، اللي فوق منه هو اللي بيروي عنه، وسمع عن شيخ آخر ممكن الشيخ الآخر ده يكون إيه قرينه كان بيسمع، ولكن هو غاب في مجلس فراح خد الإيه الأحاديث دي من قرين من قرائن، فهو مش عايز يقول يعترف بهذه السقطة اليسيرة يقوم يدلس فيرد الإثناء. يقول فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال، ما يقولش سمعت فلان قال، يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، يبقى إيه كلها زي بعض، كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكنه لا يصرح بأنه سمع منه. قلنا لو واحد جه في مرة بقى واستجاز أنه هو يقول سمعت فلان وكان في بينهم وبين بعض واسطة، ده هيبقى إيه مردود الحديث جزما، ده مش مدلس، هذا يكون متهم بالكذب، هذا كذب. وطبعا لو هو بيعمل كده بغرض انه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله، مش مجرد انه عايز يداري عيب، ده يبقى ايه وضاع، دي اسوأ. لك عموما لو تعمد يقول سمعت فلان وهو لم يسمع ده ما فيهوش كلام يرد حديث، لكن هو هنا هيستخدم صيغة فيها تعريض كما ذكر. يقول الفرق بينه وبين الارسال الخفي. يقول قال أبو الحسن بن القطان بعد ذكره للتعريف السابق والفرق بينه وبين الإرسال الخفي هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. الإرسال في قلنا بعض الفقهاء والأصوليين عنده بدل ما الاسم العام لانقطاع السند كلمة المنقطع، عندهم الاسم العام لانقطاع السند الايه الإرسال. ويبقى هنا لما بنقول مرسل خفي قصدنا بالإرسال الإرسال اللي هو الانقطاع، يعني الإرسال بمعنى الايه الانقطاع، وخفاؤه لأنه عن معاصر، يبقى لو هو مش عن معاصر يبقى ايه يبقى مرسل أو منقطع. مرسل بمعنى منقطع، مش المرسل اللي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق بينه وبين الإرسال، الإرسال عموما أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، يبقى هو بيروي عن واحد هو ما سمعش منه، لو هو ما سمعش منه وما عاصروش يبقى هذا إرسال جلي
أو انقطاع جلي. لو هو بيروي عمن لم يسمع منه ولكن كانت بينهما معاصرة، يبقى ده إرسال خفي ولكن ما فيش تدليس في المسألة. معنى لما تراجع التراجم هتعرف ان هنا في انقطاع مع ان هما تعاصرة، وجه الخفاء جه من التعاصر، لكن ما فيش تدليس لان هو ما فيش احتمال انه يحمل انه سمعه مع عدم ثبوت اللقاء. فالارسال عموما، الارسال بمعنى الانقطاع هنا على هذا الاصطلاح، ان الارسال روايته عمن لم يسمع منه. وايضاح ذلك ان كلا من المدلس والمرسل ارسالا خفيا، او ان كلا من المدلس والمرسل ارسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه، بلفظ يحتمل السماع وغيره، يحتمل السماع ويحتمل غيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي دلسها التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. ما هو لو لقي، يعني هنا لقي في مصطلح المحدثين معناها ايه؟ حدث عنه، يبقى لكن عاصره. عشان كده بيقولوا في ضابط المرسل الخفي انه يروي عن من عاصره ما لم يسمع منه، يبقى عاصره فقط مش ايه؟ مش لقي. مثاله، اي مثال المدلس، ما اخرجه الحاكم بسنده الى علي بن خشرم، ابن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري، وهو بيروي حديث قال لهم عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري. احنا ده نفس الكلام اللي قلنا، اللي بيعرف بالتعريض الناس ايه بتبتدي ايه تضيق عليه في السؤال. ابن عيينة عرف بالتدليس، تدليس تعريض في الحديث، وقال عن الزهري فقالوا له سمعته من الزهري. طبعا واحد زي ابن عيينة مش هيجزم، لكن الاشكال في التعريض اللي احنا بنعمله في حياتنا احيان كتيرة، انت تعرض لما يضيق عليك التاني للأسف ممكن ايه تلاقي نفسك كذبت والعياذ بالله. فقالوا له سمعته من الزهري، فقال لا، مدام بقى هيسألوا عن الاسناد قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، يعني بينه وبينه وبين الزهري ايه اتنين، وهو ولكن هو يعني يحدث عن الزهري احيانا اتصالا يقول سمعت الزهري، فاذا مع ان في اتنين بينهما الا هو هنا دلس. لما سألوه صراحة راح قال بقى حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يقول ففي هذا المثال اسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري، اثنين بينه وبين الزهري، فهذا تدليس الاسناد. تدليس الاسناد هو ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغه تحتمل السماع ولكن ليست صريحه فيه. في نوع قد يعتبرون نوع مستقل ولكن هو في الواقع نوع من تدليس الاسناد ولكنه افحش. ايه وجه فحشه؟ ان هو مش بيعمل الكلام ده بينه يسقط شيخه ويسند الحديث الى شيخ شيخه، لا، ده هو بيعمل الكلام ده في نص الاسناد، يعني هو يروي عن شيخه مباشرة لكن في نص الاسناد حتة مش عجباه يقوم ايه يسويها. يعني الراوي الاول بيروي عن التاني عن التالت، ومعلوم ان الاول بيروي احيانا عن الايه عن التالت، لكن في الحديث ده روى عن الايه عنه بواسطة الثاني، يقوم ايه يقول طب انا اشيل الواسطة دي ويقول عن الاول عن التالت ويسقط الايه التالت، يبقى ده زيه زي تدليس الايه الاسناد ولكنه افحش من جهتين. الجهة الاولى انه كده بيعرض الراوي اللي هو حذف شيخه انه يقال عنه انه مدلس، ما انت في الاخر بيجيلك السند، ما انتش عارف مين اللي قال عنه ومين اللي قال سمعت. لكن طبعا علماء الحديث بيقارنوا الطرق مع بعضها ويقول لك لا ده هو الراوي ده عمره ما استخدم عن عمره ما دلس، والحديث ده رواه كل تلامذته عنه بواسطه
والطريق اللي حذفت فيها الواسطة فيها فلان المدلس، يبقى فلان ده هو اللي سوى الموضوع ده لأحد شيوخه اللي فوق، مش شيخه المباشر. أحد إيه يعني؟ هو ما بيحذفش شيخه، ده هو بيجي على أحد شيوخه في السند يحذف شيخ هذا الشيخ، وكأنه بيدلس نيابة عن إيه؟ بيدلس لهذا الشيخ، أو ده تدليس تسوية، بيسوي الإسناد بعيد عنه، بيسوي حتة فوق في السند مش عنده هو. فقلنا ده فاحش من جهة إنه هو ممكن التهمة تعود على من دلس عنه، لكن طبعا علماء الحديث بيكتشفوا الأمر ده. الأمر الثاني إن الباحث في الأسانيد لما بيعرف إن فلان مدلس يقوم باصص، صرح ولا إيه؟ ولا عنعن؟ لا، ده المسألة هنا، لا، اللي بيعرف بتدليس التسوية تبص في الإسناد كله، لأن أي عن ممكن تكون جاية منه هو. اللي بيعرف بتدليس الإسناد هتبص بينه وبين شيخه، قال سمعت ولا قال عن. لكن اللي بيعرف بتدليس التسوية ده تبص في الإسناد من أوله لآخره، أي واحدة فيها عن ده ممكن يكون هو اللي إيه؟ اللي مبدلها، وكان أصلها إنه في واسطة وحذفت، يبقى هو بيحذف واسطة بين شيخين من شيوخه. هو بيقول عن شيخه سمعت، أو مش قضية ده ممكن. عشان كده أحيانا تلاقي الإسناد في تدليس إسناد وتدليس تسوية، يعني يدلس بينه يحذف شيخه ويسند الحديث إلى شيخه بعنه، ويكون في النص كمان دلس شيخ بين شيخين من شيوخه اللي فوق وحذف واسطة وراح حاطط بدلها إيه؟ عنه. فتدليس التسوية أفحش من تدليس الإسناد، بل جمهور المحدثين على أن من يدلس تدليس تسوية، احنا قلنا إيه؟ هنبص للإسناد كله، أي عن تبقى جاية إيه؟ منه. لا، بعضهم قال لك لا، ده بقى مردود الحديث فعلا. ليه؟ لأن هذا نوع من الكذب، أنه مفروض يقول حدثني فلان، فلان ده لما حدثه عن اللي فوق منه قال حدثنا ولا أخبرنا ولا حدثني ولا أخبرني ولا سمعت ولا عن، يلتزم بها. لما هو يقول حدثني فلان قال عن فلان، وفلان ده ما قالش عن فلان، يبقى هو كده كذب على ايه؟ على هذا الشيخ. قالوا من يدلس اسناد التسوية يكذب على الشيخ اللي هو دلس عنه. واضح المسألة؟ هو دلوقتي بيجي في النص، كان اصل المسألة في نص الاسناد، احد الراوي الاول بيقول سمعت، الثاني قال سمعت، الثالث يقول كذا. هو مفروض كأمانة رواية يقولها زي ما هي، هو راح جه قال قال الاول عن الثالث. طب هو ما قالش كده، يبقى ده نوع من الايه؟ من الكذب. ولذا كثير من المحدثين يرد رواية من يدلس تدليس التسوية مطلقا، سواء صرح او لم يصرح، لان المسألة ما بقتش بقى ايه؟ ان هو عدل يعرض، ده هم هيخلوه ايه؟ يكذب، هيعتبروه ممن يكذب، يبقى هو ليس عدلا، يبقى هو ليس عدلا. هذا عند كثير من المحدثين. هذا تدليس التسوية هو نوع فاحش من تدليس الإسناد، انه بيعمل نفس موضوع تدليس الإسناد ده، بس بيعمله في طبقة اعلى بين شيخين من شيوخ وبينهما واسطة، فيحذف هذه الواسطة. ولان معظم انواع تدليس التسوية بيبقى لان الواسطة دي ضعيفة، فهو عايز يسوي الاسناد ثقات. في تدليس الاسناد في اعتبارات بشرية المحدثين رعوها، ان ليه هو بيحاول يحذف الواسطة. معظمها ان هو اتأخر مرة عن درس، ولا تطب نفسه ان هو يعترف بذلك، ان الى غير ذلك، اعتبارات قد تكون يعني في داخلها في الاعتبار نسبيا. لكن تدليس التسوية ده بيبقى فعل غالبا الواسطة ده ضعيف، وهو عايز يوهم اللي يجي يدرس الاسناد بعد كده ان مفيش ضعفاء في السند، فيقوم يسوي الايه؟ الاسناد. طبعا هو بيستغل فرصة ان يكون
في واسطة ضعيفة بين راويين تعاصرة، فأقول لك فرصة، أنا أقدر إيه؟ أقدر أحذف الواسطة دي دون أن يشعر بها أحد. فهذا في نوع كبير من التعمية على درس الإسناد بعد ذلك. ومن ثم اعتبر العلماء هذا نوع من القدح في من يفعل هذا النوع من التدليس. لا لا، ولكن هذا يعني فيه من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، يعني هذا فيه مساعدة على أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام ليس لا تقوم الثقة بنسبته إليه، ولكن ليس في تعمد الكذب. ما هو محدش يحس دي، احنا قلنا هو بعض الرواح حاول يعمل كده. علماء الحديث من كثرة جمعهم للطرق ومعرفتهم بأحوال الرواح قدروا يطلعوا المدلسين دول ويقولوا أساميهم، بحيث ان دارس الإسناد اللي بيجي يدرس الإسناد بعد ذلك يبقى عارف ان لو في مدلس يتعامل معاه بما يقتضيه. لكن أصل المسألة نظريا، أنا لما يجي واسطة بين اتنين التقيا وحذفتها، اللي هيجي مش هيعرف ان في حذف. يقول: تدليس التسويق، هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من انواع تدليس الاسنان. تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه ثم اسقاط، يعني هو بيروي عن شيخه ما فيهوش تدليس اسناد، ثم اسقط راوي ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر، يبقى هو كانه بيدلس نيابه عن احد رجال السند. وصوره ذلك ان يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقه، وذلك الثقه يرويه عن ضعيف عن ثقه، ويكون الثقتان قد لقي احدهما الاخر. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، وأسقط الضعيف الذي بينهما بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقة. عشان كده يسموه تدليس التسوية، وربما يسمونه تدليس التجويد، يجود الإسناد يحسنه. وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك عالم حديث، جه لقى الحديث روي مرة بواسطة ومرة من غير واسطة، يدقق يلاقي الله ده في عن، يبقى إذن الواسطة اللي حذفها لما جه يحذفها حط معها عن، يبقى هذا مدلس. ويكون التدليس لا، ده التدليس جاي من اللي تحت منه، هو اللي تحت منه دلس عليه، فممكن يظن ان هو المدلس. يقول: ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، فيه غرر وتغرير بالبحث. يقول: أشهر من كان يفعله بقية بن الوليد. قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني احترز من، لأنه كان يدلس تدليس تسوية، وهذا كما ذكرنا أفحش من تدليس الإسناد. يبقى الإسناد كله أنت مضطرب في شأنه. وهكذا. يقول: وممن كان يفعل الوليد بن مسلم، مثال ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، حدثني، شوف هو هنا البقية قال إيه، حدثني أبو وهب الأزدي عن نافع عن ابن عمر. يبقى هو بقية هنا
جاب فوق منه ثلاثة ثقات. نافع عن ابن عمر طبعا ما فيهاش كلام خالص، وخلى مين الراوي عن نافع؟ أبو وهب الأزدي. حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. يقول قال أبي، ابن أبي حاتم يحكي عن أبي أنه هو بين له علة في الحديث ده، جابها منين؟ من تتبع الطرق الأخرى اللي ما فيهاش بقية. أن الحديث قال هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. الحديث ده أصله واحد تاني بقى غير بقية. يقول الحديث ده رواه عبيد الله بن عمرو عن إسحاق. يقول هذا الحديث، يعني من الجزء اللي بعد بقية فيه ايه؟ يقول هذا الحديث رواه عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع. هنا عبيد الله بن عمرو ثقة ونافع ثقة، بينهما إسحاق ابن أبي فروة وده ايه؟ ضعيف. بقية بيروي الحديث عن عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو ثقة غير مدلس، فهو قال له ان خلاص بيروي الحديث عن ضعيف، ذكر ان هو الحديث ده وصله من ايه؟ عن فلان الضعيف. الرواه كانوا بيجمع الاحاديث كما ذكرنا لتنقح بعد ذلك. هو شيخه اللي هو اخذ عنه الحديث ضعيف بيذكره يسميه عشان اللي يجي يدرس الاسناد بعد كده يعرف. لكن بقية لم يعجبه هذا، فراح حذف ايه؟ إسحاق ابن أبي فرو. فروى الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر. ده كده تدليس ايه؟ تسوية. حذف ضعيف بين ثقتين، وزود عليه نوع اللي جاي بعد شوية وهو تدليس الشيوخ. ما هو عارف ان علماء الحديث حيجي يلاقي ان كل من روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو يرويه عن إسحاق ابن أبي فرو عن نافع، يبقى كل تلاميذ عبيد الله بن عمرو حيروه بواسطة، وبقية المدلس حيروه ايه؟ بغير واسطة، حيكتشفوا. فقال يعمي شيخة، عشان لما يجوا يقارنوا يقول لك هذا ممن فعمى شيخة اللي هو عبيد الله بن عمرو مشهور باسمه عند المحدثين، فذكره بكنيته ولقبه، كنيته أبو وهب ولقب وهو من بني أسد. فقال هذا عن أبو وهب الأزدي، عن عشان اللي يجي يبص يقول لك ده غير الايه؟ غير الطريق الأخرى اللي كل تلاميذ عبيد الله بن عمرو ذكروه بواسطة، ده واحد تاني غير عبيد الله بن عمرو. طبعا فذكر فيعني جمع بين تدليس التسوية وتدليس الشيوخ اللي هو يأتي بعد ذلك، يصف الشيخ يصف شيخه باسم لا يعرف. فقال هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله ثقة، وابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أزدي، وهو عبيد الله بن عمرو ثقة، عبيد الله ثقة وهو ابن عمرو، وكنيته أبو وهب وهو أزدي، فكناه ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة لا يهتدى له. فهذا في تدليس التسوية، في تدليس التسوية، يبقى هو شبه تدليس الإسناد بس بيعمله واحد ليه؟ بيحذف بين ثقتين، شيخه والذي وشيخه شيخ شيخي او اي حد فوقه في السند، مش مشكله سواء شيخه المباشر، لكن هو ما بيعملوش بينه وبين شيخه، مش فيه، لو هي واسطه بينه وبين شيخه بيحذفها، يبقى ده اصطلاحا بيسموه ايه؟ تدليس اسناد. لو هي الواسطه بين ثقتين ممن فوقه شيخه او من فوقه، ويبقى هو بيحذف واسطه بين ثقتين، ده بيسموه تدليس تسويه، وهو يعني عند الكثير من المحدثين أنه يعتبرون من يفعل هذا مردود الحديث مطلقا. أيوة نعم. وبعضهم يقول لا ده تراعي عن عنت وعن شيخه، وأي عن عنة تانية في الإسناد
ممكن يكون هو الذي دلسها، ولو كان كله في تصريح يقبل. يبقى إذن احنا عندنا اللي بيدلس تدليس إسناد بعض علماء الحديث كشعبة يرد حديثه مطلقا، لكن الجمهور لا، يقول لك ايه، ننظر لو صرح نقبل، لو لم يصرح عن او انأم او قوقل يبقى ايه يرد. ده اللي بيدلس تدليس إسناد. اللي بيدلس تدليس تسوية نفس المشكلة، نفس الخلاف، بس الفرق هنا ان كتير من المحدثين مش ان هو قول لعدد محدود جدا من المحدثين او قول انفرد به شعبة، لا، ده عدد كبير من المحدثين صار يرد ايه، يرد حديث الذي يدلس تدليس تسوية، يرد مطلقا بدون تفصيل، واللي هيفصل يبقى هيضطر، ده امر برضو من ناحية تانية، انه حتى اللي هيفصل هيقول ايه، ينظر لكل طبقات السند لو في اي عنعنة ممكن يكون هو ايه مصدرها، ممكن يكون هو مصدر هذه العنعنة وتكون عنعنة غير مقبول. هل بقي في الذهن متسع ناخد تدليس الشيوخ ولا نأجله ناخده مع المرسل الخفي؟ سواء المرسل الخفي بسيط وقلناه تقريبا في نص ال ناخد تدليس. طيب النوع اللي هو يعني الثاني من التدليس، لان احنا قلنا التسوية هو في حقيقة الامر ايه نوع من تدليس الاسناد وان كان افحش منه، النوع الثاني مسلك اخر في التدليس، وفي الواقع ده ما فيهوش انقطاع. احنا قلنا ان التدليس عشان كده هو النوع الاصلي اللي هو يعتبر نوع تدليس يندرج تحت نماذج انقطاع السند، ده اللي هو ايه تدليس الاسناد ومثله التسوية. لكن النوع الجديد ده الاسناد متصل زي ما هو، ما بيسقطش حد ولكن يعميه. يقول تعريفه هو ان يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، ما فيش واسطة حذفت ولا حاجة، هو سمع من الشيخ ده فعلا، ولكن ايه اللي بيحصل، يسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، يعني هو عايز يعمي شأن شيخ. مثاله قول أبي بكر ابن مجاهد أحد أئمة القراء، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. فطبعا كنية أبو عبد الله دي كنية منتشرة جدا، فهو ما قالش أكتر من كده، وهو يريد به أبا بكر ابن أبي داود الشيزستاني. فهذا هو تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ إن هو يعمي أمر شيخي، يعمي أمر شيخ. ليه؟ هنا بيبقى مثلا شيخه ضعيف، ده أحد الأمور، وده برضو أسوأها إن هو يكون ضعيف. طب ما هو لما يعمي أمره ما هيبقى مجهول، هيبقى برضو ضعيف، بس همة طلبة الحديث هتختلف لما يكون هو بيروي عن راوي هم مش عارفينه، غير لما يكون بيروي عن راوي ايه هم عارفين انه ضعيف، ويكون عايز يشجع الطلبة انهم يحفظوا هذا الحديث ويدون ليدرس بعد ذلك مثلا، او يكون اصغر منه مثلا فلا يريد ان يذكره. يعني بعض المواطن لما يروي واحد عن من هو اصغر منه يقوم ايه يكني بكنية غير اللي هو معروف به. وممكن يكون مثلا المثال اللي قلناه انه احد نماذج تدليس الاسناد، ممكن يقول اخف من تدليس الاسناد انه يخليها تدليس ايه شيوخ، يعني يروي عن احد اقرانه عن شيخه، وبعدين هو مش عايز يعمل كده فيسقط هذه الواسطة، يبقى ده تدليس اسناد. ساعات يقوم يكني بكنية وكأن يعني هو صحيح بقى كده كده الحديث اصبح نازل، بس ينزل بواحد ايه مبهم، غير لما ينزل ان هو يبقى معروف ان هو المرة دي غاب والى غير ذلك من الايه من الامور. فهذا تدليس الايه الشيوخ. يعني يقول حكم التدليس، اما تدليس الاسناد فمكروه جدا، ذمه اكثر العلماء، وكان شعبة
من أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا منها التدليس أخو الكذب، بل يعني قال أقوال أفحش من هذه، يعني قال هو شر من الزنا، ولكن يعني هذا يعني خالف فيه جمهور المحدثين. وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة، حتى قال العراقي إنه قاضح في من تعمد فعلا. هنا العراقي لا، ليس ممن يرى رأي شعبة في تدليس الايه الاسناد، ولكن رأى هذا الرأي في تدليس الايه التسوية. عشان كده قلنا تدليس التسوية ذهب عدد لا بأس به من العلماء الحديث الى اعتباره قاضح. يعني اعتباره قاضح يعني مش هيقبل مرويات هذا الراوي لا التي صرح فيها بالسماع ولا التي ايه لم يصرح. يقول واما تدليس الشيوخ فكراهته اخف من تدليس الاسناد، لان المدلس لم يسقط احدا، وانما الكراهه بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بسبب الغرض الحامل عليه، وهي هذه الأغراض بالنسبة لتدليس الشيوخ. بيقول أربعة: ضعف الشيخ، يبقى شيخه ضعيف، فلو هو سماه اللي لما يجوا الطلبة ياخدوا عنه هيعرفوا انه ضعيف يزهدوا في الحديث. طب لما يكنيه بكنية مبهمة هياخدوا الحديث على علاته، وبعد كده علماء يبقى الحديث هيوصل للايه لعلماء المعنيين بالتدوين يدونوه، يبقوا يعرفوا بقى مين ايه من الذي ابهمه، فبيحاول يخلي الطلبة يحملوا الحديث. تأخر وفاته بحيث شاركوا في السماع منه جماعة دونه، الشيخ ده عمر طويلا فبقى له طبقتين من التلاميذ وهو من الطبقة العليا منهم، فيقوم يكني عنه حتى لا يعرفوا ان هو ده هو اللي هم بينقلوا عنه. صغر سنه بحيث يكون اصغر من الراوي عنه، كثرة الرواية عنه فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة، يوم عشان برضو الطلبة ما يملوش لما يكون هو اخذ عدد كبير جدا من الاحاديث من راوي واحد، مرة يذكره باسمه، مرة بكنيته، مرة بكذا، وده كله عند علماء الحديث هيعرفوا ان ده شخص ايه شخص واحد، لكن الطلبة هو بينشط الطلبة. والنوع ده بالذات تساهل فيه معظم المحدثين يعني، او اللي هم مكثرين من الرواية، حتى من كان منهم يعني من رجال نقد الحديث ونحوه. فدي بعض الصور اللي بتخلي المحدث يدلس تدليس الشيوخ. وفي الواقع الثلاثة الاولانيين منها هم ممكن يكونوا برضو يبعثوا على تدليس الاسناد، يعني لما يكون الشيخ ضعيف وهو روى عنه عن شيخ لقيه، طب ما هو يتخلص من الضعيف ده خالص وايه ويروي عن هذا الشيخ مباشرة، او برضو المهم لما يكون شيخه غير مرغوب فيه وهو سمع من شيخ احاديث اخرى، فممكن يقوم مدلسها تدليس ايه اسناد. يعني في احوال ان لو شيخه المباشر هو لا يرغب في ان يذكره، لا يرغب في ان يذكره، وهو في نفس الوقت سمع من شيخه، يبقى قدامه تدليس الاسناد وتدليس الايه الشيوخ. يعني هو شيخه الغير مرغوب فيه ده ممكن يحذفه خالص، وممكن ايه يعني اذا كان شيخه غير مرغوب فيه فلو كان هو سمع من شيخه يقدر يعمل تدليس اسناد ويقدر يعمل تدليس شيوخ برضه، ما فيش مانع. لو هو لم يسمع من شيخه يبقى ليس امامه الا تدليس الايه الشيوخ، ان هو يغير كنية الايه الشيخ اللي هو لا يرغب ان يصرح به. فيعني نفس الثلاث اغراض اللي هم الاول في انه شيخه غير مرغوب فيه فيعميه، ممكن لو هو سمع من شيخه يقوم ايه بدل ما يعمي شيخه ايه يحذفه،
يبقى إذن الحالات اللي بعض الرواة لجأوا فيها إلى تدليس الشيوخ هي كان ممكن يلجأوا فيها لتدليس الإسناد لو أنهم سمعوا إيه من شيخهم. لو ما سمعوش ما كانش فيه فرصة لذلك. أيضا بالنسبة لتدليس الإسناد ممكن أمور أخرى، ومنها توهيم علو الإسناد، إن هو عايز عدد رجال السند يقل فيبقى إسناد عالي، فهو بيحذف الراوي الواسطة ما مش مرغوب فيه كل حاجة، بس هو إيه عايز يقلل عدد الرجال، أو فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، فلما يفوت حاجة يروح يحصلها من بقية التلاميذ وبعدين يحذف هذه الواسطة. فهذه ما يكون في الأغراض الحاملة على التدليس. يقول أسباب ذم المدلس، يعني التدليس مذموم عموما، حتى تدليس الإسناد هنقوله عليه مكروه، مش هنرد الراوي بس نقوله مكروه. فهو عموما التدليس كله مداره على الذم. ليه؟ لأنه بيقول أسباب ذم المدلس ثلاثة، وهي إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال بدل ما يقول الكلام الصريح الذي يسهل الأمر على من بعده، لا بيوعر الطريق. الأسوأ حاجة بقى علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضية، لما يكون التدليس الغرض منه انه يخبي راوي ضعيف، ده أسوأ الاحتمالات، وهو الغالب في التدليس، هو الغالب في التدليس. يقول حكم رواية المدلس، اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان: رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، وهذا غير معتمد، هذا خلاف ما ذهب إليه جمهور المحدثين. كما ذكر تدليس الإسناد يعني لا يكاد يرد من يفعله إلا شعبة، لكن تدليس التسوية لا، في عدد كبير من المحدثين بيرى ان هو ايه، ان من يفعل هذا فهو مجروح. القول المختار بالذات في مسألة تدليس الإسناد هو التفصيل، ان صرح بالسماع قبلت روايته، اي ان قال سمعت او نحوها قبل حديثه، وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، اي ان قال عن ونحوها لم يقبل حديث. طب هو المدلس ده مش محتمل ان هو مش بنقوله عن تحتمل السماع بلا واسطة وتحتمل الواسطة؟ احنا هنا بنقول احنا مندورش على احتمالات، احنا بندور على شيء يوثق به، ومدام هو رجل عرف عنه التدليس وعن في حقه هتكون محتملة يبقى ما لا يعمل به. لكن المدلس نفسه لو انه روية قال مرة سمعت ومرة عن، يبقى يحمل على ايه؟ على الاتصال، لان هو غير متهم بالكذب، وهو لما عندي تحتمل الاتصال وتحتمل غيره، عن تحتمل الاتصال وتحتمل غيره، فلما هو شككنا فيه في نقله من هو بيكثر انه يقول عن ويريد بها ان في ويبقى في واسطة هو مخبيها، فبقينا نشك في عن. طب لو هو قال سمعت هو في نفس الموطن، يعني نفس الحديث اللي قال في عن قاله مرة تانية ايه سمعت، وهو عد صادق الحديث، يبقى ايه؟ يبقى يقبل. يبقى الاسناد لو روية مرة عن مدلس صرح فيه بالسماع، ومرة عن مدلس ومرة عن هذا المدلس عن فيه، فالمعتمد الرواية التي صرح فيها بالإيه؟ بالسماع. وعلى هذا قال أهل العلم أن ما ذكر في الصحيحين عن رواة مدلسين بعن محمول على أنه قد بلغهم الاتصال من طريق أخرى،
يبقى إذن الصحيحين لو فيهم راوي مدلس قال عن محمولة على الاتصال عند جمهور الايه المحدثين. أشرنا قبل ذلك ان الشيخ الألباني معترض على الإمام مسلم اعتراض كبير جدا ان هو بيروي عن أبي الزبير عن جابر عن وأبو الزبير مدلس. وبعدين الألباني نفسه يوم يقول ووجدت لها طريقا متصلة. بس المشكلة هو بيقول لك الطريق المتصلة دي مش على شرط مسلم، يبقى الحديث ما هوش صحيح. ده ايه ده حسن غالبا ما بيبقاش بيبقى صحيح على غير شرط مسلم. يعني في واحد من الرجال ليس من الدرجة العليا اللي مسلم ايه بيخرج لها، او كمان يبقى حسن الحديث. فالألباني يقول الرواية اللي عند مسلم رجالها كلها كلهم في الدرجة العليا دي فيها فيها النقال عن، والرواية التانية اللي فيها صرح بالسماع فيها راوي حسن الحديث. فلو اعتمدت دي لوحدها هتقول منقطع مشكلة لأنه مدلس وقال عن، ولو اعتمدت دي لوحدها تقول حسن، يبقى هو حكم الحسن وليس الايه الصحة. في الواقع لا، العلماء بيتساهلوا مع المدلس الثقة لو ثبت سماعه من أي طريق آخر خلاص الشك اللي موجود في عن ايه زال، وكأن الطريق الحسنة دي هو استخدمها في انه رفع الشك في كلمة عن واعطى الحديث حكم الطريق الايه الاخرى. ولذا عمت ما يعني بعض العلماء بيطلق بقى بدون حكم على الجزئيات واحدة ان اي حديث في الصحيحين عن مدلس ومعنعن يبقى هم وجدوا طريق اخرى ايه متصلة، يبقى هم عندهم طريق تانية فيها صرح هذا بالسماع، او ان يكون المدلس ده قال في مرة انا لا ادلس عن فلان ولا عن فلان. وهذا له نماذج ايضا، ان الألباني رحمه الله يقول انه كان بيستنكر على البخاري اخراجه ايضا اخراجه لاحد المدلفين بالعنعنة. قال ثم وقفت على ان هذا الراوي قد صرح بانه امتى بيدلس وامتى ايه بيدلس. اذا قلت عن فلان فقد سمعته منه. وممكن يكون شيخ معين ولا مرة فات حديث من احاديثه فيقول للناس ده ايه يصرح بانه يعني لما بيقول عن بتبقى منزلة سمعت. يقول بما يعرف التدليس، يعرف التدليس بأحد أمرين: إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة، أو نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفة ذلك من البحث والتتبع. أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين، هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة، أشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي: واحد في أسماء المدلسين، واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. هذا ما يتعلق به التدليس. يعني هناك أنواع أخرى غير التي ذكرها قد تكون أفحش، وهو أن يقول حدثنا ويسكت، وإذا طبعا مردود الحديث مطلقا، يعني يقول حدثنا ويسكت وبعدين يقول فلان ويبقى قصده أن الكلام ده ملوش علاقة إيه بده، فده ملوش حل لا في العنعنة ولا في غيرها، فهذا بلا شك مردود الحديث اللي بيدلف بهذه الأنواع من الأحاديث بهذه الأنواع من التدليس. يقول الأحاديث الضعيفة أو المردودة لضعف في السند قد تكون أصلا صحيح، وبالتالي قد تحمل أحكاما تخفى بذلك علينا. أجبنا عن هذه الشبهة، إن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ دينه وتعبدنا بأننا نتثبت في الأخبار، فمتى فعلنا ما أمرنا الله به من التثبت في الأخبار فالله تبارك وتعالى لن يخفي علينا شيء من دينه. فلا يتصور
أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثم يخفى علينا ولا يقع إلا في أيدي من أمرنا الله ألا نثق بأخباره. هذا لا يحصل. فإذا نحن نتثبت كما أمرنا الله، ويعني الله تعالى يحفظ ديننا. لن يحصل إن يوجد حديث في كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وبعدين تلاقيه اختص به الكذابين او حفظهم ضعيف او نحو هذا. لا، هتلاقي ان اعتنى بعلماء الأمة، وانه لازم يوصل لك من طريق في علماء في يوثق بها. فالله انت تفعل ما امرك الله به من التثبت. وبعد هذا الذي نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتيك الا من طريق من لا يجوز شرعا أن تتعبد بأخبارهم، فهذا ترد كلامهم ولا تثق بنسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يوجد جزء من الدين قد انفرض به هؤلاء الكذابين، أو على الأقل الذين ليسوا أهلا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ تأخر الوفاء بحيث يكون قد سمع منه جماعة دونه، هل ممكن إعادة توضيح هذا السبب؟ بنقول دلوقتي شيخ من الشيوخ عاش فترة طويلة فأصار تلامذته طبقتين، طبقة كبار وطبقة صغار. الصغار دول ممكن يكونوا في نفس الوقت تلاميذ للكبار، يعني حصل تداخل في الأجيال. يجي اللي هم من طبقة التلاميذ الكبار مش عايز يسمي الشيخ ده عشان ما يجيش التلاميذ الصغار يقولوا طب ما احنا كده ايه، احنا من طبقة واحدة، ما دام احنا بنروي عن نفس الشيخ يبقى احنا من طبقة واحدة، فلا يأخذوا ما عنده من الأحاديث، مع ان يكون فاتهم كتير من الأحاديث اللي عنده ومش عندهم، بس يتوهموا انه مدام هما الاثنين بيروا عن نفس الشيخ يبقى هما طبقة ايه واحدة. انما واقع الامر هما طبقتين وشيخهم هو اللي امتد بيه العمر فشغل طبقته وطبق التلاميذ الكبار وصار يحدث طبقتين، واضح؟ فيجي الطبقة الكبار يعم شأن شيخهم اللي هو بقى صار مشتركا بينهم وبين تلاميذهم، واضح؟ فيعم شأنه ويكنوه بكنية يكون التلاميذ الصغار دول مش عارفينه بها او نحو هذا. يعني هذه هي الاسئلة المتعلقة بموضوع الدرس، اما الغير متعلق بموضوع الدرس فنرجو ارساله غدا ان شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.